السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة كاميرا عيادة وقناة فوتوغراف عيادة وجريدة الإلكترونية جديد ألفو. اليوم الأحد 13 وقيل ياك 13 أكتوبر 2024، وإياكم في هذا الفيديو غادي نديرو زيارة لسد أوسيكيس. سد أوسيكيس اللي كيتواجد بالنفوذ الترابي ديال جامعة أم سمرير بإقليم تنغير. في طريقي وأنا غادي صدفت هاد البركه هادي، ما شاء الله اللهم بارك. ودي شتي الا كاين الماء، الا كاين الماء راه كاين كلشي، ما كاينش الماء اجمع الادوات ديالك حبيبي. اللهم اسقني الغيث ولا تجعلني من القنيطين. في طريقي وانا غادي للبراج، كما كتعرفوا تلاقيت بالناس الاغلبيه كما كتعرفوا، هذا الوقت ديال يعني جني المحصول ديال التفاح. الاغلبيه كنسولوا على التصوير، ما عرفت ما كيبغوش يصوروا، ما عرفت علاش. نصور لكم الفيديو بلا تصريحات ما جاتش. شوف 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 اش دار، اش دار الواد هنا. الله يخلف، الله يخلف على، الله يخلف عليك مولاه، الله يخلف على مولاه. ولكن هذا النيت راه داير داير وقيل في الدن وسط الواد. شوف 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 الله يخلف عليك ولدي سعادة الفلاح. إيه اللي باقي في الشجر راه تبارك الله راه ماركة ما كاينش. شوف تبارك الله، شوف إيه ما جاتش وصافي ندوقو وما نقول لكم كي داير. ولكن ما عارف مولاه خصنا نشدو الطروزاسيون عند مولاه باش غير الدوق. الله يقبل العمل ديال الجميع. لما تبارك الله هذا النيت هذا اللي كنشوفو دابا هنا راه جاي من الواد، من الواد اللي فيه البراج. بالنسبة للطريق بالطوموبيل حتى هنا فين حدات هاد الطوموبيل، هادي فين وقف هاد الطوموبيل، صافي ما يمكن لشي تزيد لقدام بالطوموبيل. هنا الساقية إنا لله وإنا إليه راجعون. مشات تبارك الله، شوف لما في الواد، شوف تبارك الله ما شاء الله. هاد غار العمرين نعم صافي. شتي نيت مع اليوم كاينه النشره الجويه، كاينه النشره الانذاريه. الله يجوز هذا النهار هذا بخير وعلى خير وصف. راح غادي نغمروا فيها والليل ليها ليها. الرفيق والابن مصعب، الله يصلح لكم وليداتكم ويجمع وليدات المسلمين. سير على الله سي مصعب. يلا عجيب تبارك الله الماء هنا ما شاء الله. سبحان الله العظيم كتمشي وكتلقى الماء، كتلقى الماء من جهه. علاش؟ حيت الاغلبيه ديال الناس خدام غير بالساقيه. سبحان الله العظيم اخر مره كنت هنا، كنت هنا في 2021 الى عقلني فعلي. الواد ما كانش هكا. الفيضان الاخر نيت حفروا النيت مزيان. شوف شوف باين نيت بلي حفروا هذا الفيضان الاخر هذا. شوف شوف الواد اش دار، اش دار لهذا الشجر هذا اللي وصل الواد. شوف الفيضان اش دار ليه. سبحان الله العظيم. انا هاد الصوف ديال الماء تيجيبني كاو ما كاينش. سبحان الله العظيم. يلا سي مصعب طلق. سبحان الله العظيم الانجراف ديال التربه اش دار هنا. شاول فداد ديال الناس، الله يخلف عليهم، الله يعوضهم بخير. واخيرا وصلنا البراج او وصلنا السد. سبحان الله العظيم شي واحد البلاصه ديال العمان هنا. سبحان الله العظيم كانوا شي جنانات هنا، كانوا شي فداد ديال الناس هنا، بقات غير بلاصتهم اللي بقات صافي. ما عرفتش الناس اللي هاد الشيء في الاختصاص ديالهم واش ممكن هاد السد هذا يتصلح ولا لا. سبحان الله العظيم، حيت الا تصلح هاد السد هذا غادي ينفع المنطقه بزاف. سبحان الله العظيم اللون ديال هاد الماء هذا. كل واحد قال لك مصعب بحال ديال البحر، راه ديال البحر ني تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. قال لك مصعب واش تاخذ البلاصه تفكر واد الجنه النواحي ديال اكادير. دوس لحيل هاكاك طلع كاع انت واحد تما احسن لك سير. سبحان الله العظيم.
إلى قلتين الله إلى بحل البحر مع بعض المصعب. أنا غادي حتى حصل كاين فين خصني نطلع أنا وفين بالساقية. ما شاء الله سبحان الله العظيم. أنا كنتفكر كل دوار ولا كل جماعة يكون عندها واحد السد كبير 100% ما غاديش هاي اللي ينفع الساكنة مزيان، حيت الأغلبية ديال الناس ديال الساكنة ديال الجنوب الشرقي إلا ما خفت نقول لكم 50% كيعيشوا غير الأسباب ديالهم غير من الفلاحة المعيشية، راه ما غايبيع ما غايشري ما غايشري غير وصافي يزرع شي حاجة يشي ياكل شي إلا باع شي بركة باع شي بركة ويشوف غير شي مواد أساسية وصافي. بارك الله ما شاء الله. وهو يوم ما تقدر تزيد قيمتك وتقل. بارك الله. بارك الله ما شاء الله اللهم بارك. بارك الله ما شاء الله اللهم بارك. نعاودها وغادي نكررها، الناس اللي عندهم اختصاص في السلوك واش ممكن هاد السد هذا يتصلح ولا لا؟ فين كانوا كيطلقوه؟ فين كان كيتطلق؟ القادوس ديالو ما شاء الله اللهم بارك. بارك الله تبارك الرحمن. قال لك مصعب صورني هنا يبان داك البحر اللي ورايا. تبارك الله ما شاء الله. واحد البليصه فين كي تطلق ثاني ولكن راه سدوه بهذا الباب هذا. كاين واحد القادوس هنا واش غادي يبان لكم؟ ها هو هذا سبحان الله تبنى غير بالحجر. ها وقيل غير الحجر والسيما صافي باش تبنى. لا كاين حتى البطون لهنا، كاين البطون له. اخيرا وصلنا فوق ديال السد. ها هو الفوق ديال السد كله عامر بالرملة، عامر بالغيس. تصوركم كان هذا السد هذا خدام. بارك الله ما شاء الله اللهم بارك سبحان الله العظيم. خلق الله ما يشاء. هذه لاش صالحه؟ هذه واحد القادوس ما كاع لاش صالح. سبحان الله العظيم. قول عند متندا عبد الناصر. بارك الله انت عطى الله الخير. والله كنت حبس هذا البراج يعني كون خدام. شوف تبارك الله شوف شحال الماء كيدخل هنا. شوف بارك الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله اللهم بارك. الله اكبر الله اكبر. الله العظيم نعاودها ونكررها. الناس اللي عندهم الاختصاصات في السدود الاختصاص في السدود واش ممكن يتصلح هذا السد هذا ولا لا؟ بارك الله. حتى لهنا الاخوان حتى لهنا وصلنا للفن ديال هذا الفيديو. هذا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. كان معكم مصور محمد عيادي من اوسيكيس بجماعه بسم الله اقليم تنغير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.